وده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار وتلغلب ضايع ليه؟ وده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار رزق الغلب ضايع ليه؟ ونجت ما بين الناس دي هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، ده في عز طبط الناس بنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. عايشين ومش عايشين. ده الحق وسط الشر تاه والقناصين الشياني، وهو كله جاي يرمي بلا عالغلابة الطيبين. ده الحق وسط الشر ده والأهنصي الشياني، وهو كله جاي يرمي بلا عالغلابة الطيبين. ونجت ما بين هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، نفس طبط الناس هنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. عايشين ومش عايشين. إذا كنت أنت أهو ليه كده في الطور ولا في الطحين ولا أنا مضطر أكدب عليك قلت كده؟ طب إيش حال بقى أصحاب الشأن كان هيقولوا إيه؟ وما عملتش محضر ليه؟ ما أنا ما أقدرش أروح أعمل محضر، لأن ممكن نجاة تتهمني إن أنا خدت الفلوس وخبيتها، وساعتها هروح في سين وجيم ونون. تصدق؟ حلوة أوي الحكاية دي، وأديك يا أخويا عملت عليها بروفا معايا. روح بقى أحكيها لمرات أخوك، صدقني هتصدق. سالي، انا مفيش حد يفرق معايا في الدنيا دي كلها الا انت، عايزك تصدقيني. انا لو عليا مش فارق معايا اذا كنت صادق ولا كداب. انا كل الحكايه ان انا مش عايزه مشاكل، خصوصا بقى ان عبده بيدور عليك. عبده ايه وزفت ايه؟ عبده ايه ده؟ معفن ده، ولا الف واحد زي عبده ده هيعطر فيا. ليه بقى؟ هتلبس طاقيه اخفى؟ لا، أنا أصلي ناوي أسافر. سافر؟ سافر فين؟ بلاد برة. ما هو ربك بيقطع من هنا ويوصل من هنا. بعدين أنا أصلي لما حصلت المشكلة المهببة في 60 نيلة دي، قلت لازم أتاوى أدارة في أي حتة. حتى مخمخ كده افتكرت صاحب لي قديم بقالي سنين كتيرة ما شفتوش، قلت أروح له. وعينك ما تشوف إلا النور. شركات سياحة ايه؟ مكاتب تصدير واستيراد ايه؟ ده ليه فروع في كل حتة في العالم. طبطب عليا وخدني في حضنه كده، قال لي ما تقلقش يا عرفة، ما تقلقش، انا هشغلك عندي. طب لو كده ما تاخدني معاك؟ لا، مش على طول كده، سيبيني انا الاول بس اسافر كده واشتغل وارستق اموري واعمل لي قرشين. انت عارفة سالي ان انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. مش يمكن دي الفرصة اللي كنا بنحلم بيها زمان؟
والله شكلك كده هتسافر وترستق نفسك وتنساني. ما كنتش جيت وكلمتك، ده انت الوحيده اللي جيت عشان اسلم عليك قبل ما اسافر. هتغفي السفريات دي كتير؟ لا لا لا، هم اوهام على طول، بس حسك عينك حد يعرف ان انا جيت لك او ان انا مسافر. انت ما تعرفيش عني اي حاجه خالص. ما تقلقش، انا لا شفتك ولا عرف. يا روحي يا روحي. ايوه كده. ايوه كده. يلا بقى يلا بقى، سهريني سهره حلوه كده عشان اقدر اصبر على بعادك. يلا يا سلمة على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي احبك. تعالى 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 جوا. سلام يا سلام. وانا عايز خلاص ضغطتني يا اخويا. الف هنه وشفا، مطرح ما يسر يملي يا قلبي. بعدين يا اخويا ده انت راجل شقيان طول النهار ما بتحطش حاجه في بقك. ما ضليت حق يا نجاة، ده انا طول النهار واقف على رجليا. طب ما رجليا وزنك. سلامة رجليك يا حبيبي. راضي يا حبيبي، ممكن اطلب منك طلب؟ انا امر يعني كنت عايزه اجيب مكنه خياطه اقعد اتسلى فيها في البيت. انت عارف ان انا غاويه وامي معلمانه انا واختي الخياطه، وهديك شايفه ان انا بعمل كل هدومي بنفسي. يعني كنت اتسلى كده ومش هطلع من عتبه البيت. يعني اللي عاوزني يجي لي هنا. بس قوي يفصل عني، وبدل ما انا قاعده لوحدي والعيال طول الوقت في المدارس وفي الجامعه وانت في الشغل. ايه رايك؟ نص عليك انا جاي ليه يا حبيبتي؟ ولا مقصر معاك في حاجه لو سمح الله؟ لا قطع لساني من الغلوغ، انا مش قصدي يعني. خلاص انا خلاص ما تكمليش. كل مقصر معاكي تعملي اللي انت عايزه تعمليه. انا عايزك تقعدي في البيت مع استاذه مكرمه، واللي انت عايزاه يجي لك لحد عندك وزياده كمان. كل يا روحي. مش عندي حل تاني غير ان ابيع البيت واحول الفلوس بره باسمه عشان اقدر اخد التاشيره. ورتبت مع اختي كل حاجه، هقعد كام يوم في اي فندق لحد ما اخلص اجراءات السفر. اتفقت مع اختي انها تكلمك وتبعت لك الدعوه عشان تحصليني. ماما مش عايزك تزعلي مني، بس ده كان الحل الوحيد قدامنا عشان حكايه السفر تتم وشملنا يتلم من تاني.
تعبانة يا بنتي، انت لازم تروح الجامعة النهاردة. يا امي عندي محاضرات مهمة قوي. وانت يا باسم يا ابني برضو لازم تنزل. ايه يا اما انت عايزة مننا حاجة؟ لا بس عايزين نقعد نوضب نشوف امورنا هنمشيها ازاي، عشان ما ينفعش ننزل احنا التلاتة ونسيب جدك لوحده. هو انتي نازلة النهاردة؟ مش بس النهاردة، انا هنزل كل يوم. مش فاهم يعني ايه؟ يعني من النهاردة هفتح المشتل هشغله واقف فيه. ايه؟ هتقفي في المشتل؟ لا طبعا، انا مش ممكن اسمح بحاجة زي كده ابدا. انت تخرس خالص، وانا باخد اذنك ولا بستسمحك عشان تسمح ولا تسمحش؟ فاضل بعمل ايه؟ بعمل حاجة عيب ولا حاجة حرام؟ ايه يا باسم بيه؟ ولا حاجة تمس كرامتك؟ لا يا ماما احنا مش قصدنا، احنا بس بنقصد يعني ان ده هيبقى تعب عليكي وشكلنا مش هيبقى كويس كده وانتي بتتبهدلي. شكلك مش كويس يا حبيبتي، ابقى اعملي نفسك يا اختي مش عارفين، اتبري من امك يا ندى هاني. يا ماما ما ينفعش كده، ده مش اسلوب للتفاهم، ده احنا بنعمل كده عشان خايفين عليكي. انت اللي تخاف عليا؟ هتخاف عليا من ايه يا ابن النجات؟ امك ست جدعه قوي، بتعرف تحافظ على نفسها كويس قوي وعلى كرامتها، وقدم اللي يقول راجل كمان. وعلى راي المثل ما بيقول، اذا الزمن جرى عليك مايل على دراعك. وانا ناوي يا ابن بطني امايل على دراعي، ولا عاوز نقعد في الصاله احط ايدي على خدي واغني ظلموه، ولا اقول لله يا محسنين عشان اشحط عليك انت واختك وجدك. ما انا قلت لك انزل اشتغل وانت اللي ما رضيتيش. تاني تشتغل انت تخرس خالص؟ تمام. لا انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه، انا اللي ربيت وانا اللي كبرت وانا اللي علمت، مش انت اللي تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا اللي اوامرك تتنفس، سامعني ولا لا؟ لما تبقى تتخرج وتاخد شهادتك يا ابن نجات، فساعتها قعدني في البيت واصرف عليا واكلني وشربني، ساعتها اتبهب ابني اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابني الكبير قعدني في البيت وستتني وصرف عليا واشتغل. لكن دلوقتي ما تفتحش بوقك ولا بكلمه واحده، لا انت ولا اللي بتسمح، سامعني ولا لا؟ يا ماما اهدي شويه بس. طب مين دلوقتي هيقعد مع جدي واحنا داخلين على ايام امتحانات؟ يا سلام، يعني يا ريت على كده بقت دي حجتكم. ماشي ما تشيليش هم يا ست الحسن والجمال، انا هتصرف اوضب كل حاجه لجدك قبل ما انزل على الكومودينو جنبه. وهو الحمد لله ان المشتل جنب البيت، اقدر اجي اشقر عليه في اي وقت. يا ماما بس ده هيبقى تعب عليكي قوي. وانا قدها وقدودي يا بنت نجات بامر الله، ولما تلاقوني اشتكيت لكم ابقوا ساعتها لوموني على اللي انا عملته. يعني خلاص يا ام مصممه؟ ما عنديش كلام تاني اقوله، واللي منكم خايف عليا يقعدش ينبح في قلبي ويسمع كلامي، سامعيني؟ اقعدوا بصوا كده لبعض من هنا لبكره، انا خلاص ما بقتش اقدر استحمل حرق الدم اللي انتوا بتعملوه فيا ده. عاجبك عمايل امك؟ ما انت عارف ان مفيش حد في الدنيا بيقدر عليه. بعدين الظاهر ان هو ده الحل الوحيد بعد الظروف اللي احنا بقينا فيها دي. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الهنا. ايه يا حجوج، نهارك ابيض ان شاء الله. ادي الادويه هي اللي هتاخدها بعد الفطار، وادي السندوتشات، وادي المي، وادي العصير. ها مالكش حجه تاني. هعمل ايه؟ اكل عيش مر؟ ما انت اللي قلت لي انزل اشتغل، اتحمل بقى. بس انا مش هسيبك، انا كل شويه اجي اشقر عليك. باسم وندى معلش حقك عليا، ما يهمكش بالكلام اللي قالوه عياله ما بيفهموش وهيتعودوا على نزولي، والحقيقه هتمشي والعجله عشان خاطري، معلش ما تزعلش بينهم. طيب يا حبيبي يلا فوتك بعافيه. ها ايوه يا مقدسه، باع وقبض بالتوكيل اللي معاه. الله يخرب بيت اليوم اللي شفناك فيه وعرفناك فيه يا بعيد. ليه بس كده؟ هو انا ضربتكم على ايدكم؟ ما كل حاجه كانت برضاكم. وبعدين يكون في علمك بقى، المشتري عايز الشقه اللي انتوا قاعدين فيها. ده بعينك وعينه يا مقدسه، انت ست كبيره ومش حامل بهدله، والعقد بيقول كده، يعني احسن لك تخلو الشقه بالذوق. اخليها واروح فين؟ اشوف لك شقه. منين يا حسره؟ مهاني بيه خد الفلوس كلها وسافر. ولا يهمك، اشوف لك شقه ايجار جديد ومن غير مقدم. خليكي معايا
وانا هريحك على الاخر. منك لله يا هاني، منك لله تبهدلني في خبري. ليه تخليني احتاج للي يسوى واللي ما يسواش؟ منك لله. اقصى عليك يا هاني، اقصى عليك. ايه يا ولية انتي؟ ايه انتي كل شوية يعني كده هو مستقصداني؟ كل شوية تتخبط فيا؟ جرى يا ولية انتي، ده انتي اللي ولولوا عليك ساعة وسكت. ايه يا اختي طلعالي في البخت وانا كل ما اطلع لاجي في خليتي؟ بقولك يا ولية انتي، احتراما لسنك للمرة التانية انا مش هغلط فيكي. سن ايه يا ولية انتي؟ ده انا اصغر منك. اصغر مني؟ الله مغزك يا شوش. شوشو؟ شوشو ده ايه؟ الشيطان وبدلها. طب ابعدي عني بقى دلوقتي، لحسن انا بقى مش ناقصاكي. العفريت كلها بتتنطف في وشي دلوقتي، اوعى من وشي. غوري ربنا ياخدك، العفريت ده انت عايز عزرائين يا ولية. ايه القرف ده؟ ايه يا معلم ده؟ دي الحارة لمت. معلش يا مباسم، المهم طمنيني على الحاج مرشدي، اخباره ايه؟ الحمد لله يا اخوي، ادعي له انت بس ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفيه ان شاء الله. الا حقيقي انت خدتيه عندك في الشقه زي ما سمعت. طبعا يا اخوي، امال هسيبه في الشقه لوحده؟ وبعدين ده الحاج مرشدي ابو الغالي وجد ولادي. اصيله طول عمرك يا ام باسم. ربنا يخليك يا معلم. الا قوليلي، انت مش ناويه تاجري شقه الحاج؟ هاجر شقه الحاج؟ احنا جيران يا ام باسم ومش هننكسف من بعض، وشقه زي دي تجيب قرشين كويسين يساعدوكوا في الظروف اللي انتوا فيها دي. ايوه بس حاجه زي دي ممكن تضايق الحاج، وهو مش ناقص. وبعدين الله لما يقوم بالسلامه ويحب يروح شقته ساعتها نعمل ايه؟ ما هو ده هيبقى اجار جديد سنه بسنه، وبعد اول سنه لو حبيتوا تاخدوها تاخدوها. عموما يا اخويا خلينا افكر واشاور الحاج وابقى ارد عليك. ماشي، وانا من ناحيتي هشوف ساكن محترم يريحك على الاخر، بس انت تقولي على البركه. اللي في الخير يعمله ربنا. يلا فوتك بعافيه. كملي يا نجات، كملي يا نجات. كملي يا نجات، كملي. استعنت عشاء بالله، قويني يا رب. هو راح فين ده؟ عرفة، عرفة راح فين ده؟ معقول مشي من غير ما يسلم عليا؟ يكون بيجيب حاجة؟ ماشي يا عارف. عرفة؟ أكيد هو. أيوة يا عرف. شاكر؟ أنت يا سماح تعملي كده؟ تعملي فيا أنا كده تهربي؟ ومع مين؟ مع عبده؟ وكمان تتجوزيه عرفي؟
أنا اللي كنت فاكرة بيهوش وبيقول أي كلام. أتاري بيتكلم بجد وقال لك على كل حاجة. صوري بقى الحالة وصلت بيا لكده إن أنا أصعب على عبده يجي يقول على كل حاجة، وأختي حبيبتي اللي من دمي ولحمي تسيبني وتهرب. عبده فاكر إنه هيريحك لما دلك على طريق، لكن أنا عارفة إنك دلوقتي هتتعب أكتر يا شاكر. طب أنا عملت حاجة؟ قصرت معاك في حاجة؟ رفضت لك طلب؟ يا سماح أنا كنت بخاف عليك من الهوا الطاير. أنت هتضحك على نفسك بقى ولا عليا يا شاكر؟ أنا؟ قصدك إيه؟ قصدي إن الحكاية لحكاية حب ولا خوف عليا ولا حاجة. أنت طلعت كل عقدك عليا وغلقتني بيه. أنا؟ أيوة، عشان خطيبتك. خطيبتك اللي خانتك قبل فرحك بكام يوم، وانت شفتها بعيني، عقدتك، خلت ما عندكش ثقة في أي ست في الدنيا. وبعد موت أبويا وأمي بقيت أنا مسؤولة منك، قمت قافل عليا بالضبة والمفتاح بحجة الحب والخوف. ويا ريت نفع في الآخر برضو خنتيني وهربتي. مفيش مسجون تجيله فرصة هروب وما يهربش يا شاكر. يعني في الآخر طلعت أنا برضو السبب يا سماح، مش كده؟ أنا دلوقتي سالي مين؟ أنا ما أعرفش غير سماح. سماح اللي انت ربيتها في بيتك ماتت يا شاكر، ماتت وما خرجت منه، بقت واحدة جديدة اسمها سالي. طب لو قلت لي ان انا مستعد يعني اسامح وانسى، بس على شرط ان سالي دي تموت وسماح هي اللي ترجع تاني لبيتها وترجع لأخوها. هو انت لسه طيب وعلى نياتك زي ما انت؟ في ايه يا شاكر؟ بقول لك انا بقيت واحدة جديدة خالص، انت مش قادر تفهمني. يعني ايه؟ يعني بركة ان انا شفتك بخير، وبعدي عليا كده من وقت للتاني طمني على اخبارك. يعني مش عايز ترجع لها تاني؟ ما بقاش ينفع يا شاكر، انا بقى ليا سكة تاني خالص. أنا سماح ما أقدرش أعيش من غيرك، ما أقدرش أعيش من غيرك حبيبتي. أنت مش أختي وبس، لأ، أنت أختي وبنتي وأهلي كلهم، ما أقدرش أعيش لوحدي من غيرك يا سماح. ها؟ أنت اللي عملت في نفسك كده يا شاكر، ترضيت تتجوز ولا تعمل عيلة، وحشت بعقدة واحدة خانتك. بس أنا أخوك الكبير ولازم تسمعي كلامي. كفاية إن أنا هسامحك عن كل حاجة، حتى هروبك. بقول لك إيه؟ عامل لك حاجة تشربها؟ أشرب إيه؟ أشرب؟ اسمع ما أقول لك، أنا لا يمكن أسمح لك تعيش هنا، أنا اسمعني أنت بقى. أنا بصحى من النوم مش شايفة قصادي، وكويس أوي إن أنا اتكلمت معاك لحد كده. روح شوف وراك ايه ونبقى نتكلم في يوم تاني. ايه ده؟ هي حصلت الدرجة دي؟ خليك حلو بقى يا شاكر، وبطل الافلام العربي القديمة دي. افلام عربي قديمة؟ يعني تتكل انت على الله دلوقتي وبعدي عليا يوم تاني تكون نفسيتك هديت فيه كده وارتاح. سماح ماشي؟ يلا بقى عشان خرقتني. مش ممكن. يلا. سماح؟ لا مش سماح، الواد عبده ضحك عليا كده برضه. يا شاكر تصدق عبده وانت اكتر واحد عارفه؟ ازاي تخليه يعمل فيك المقلب ده؟ دي مش سماح،
ايوه مش سماح. سيبك من اللي حصل ده يا شاكر، كمل رحلتك، رحلة بحثك عن سماح أختك، وأكيد هيجي اليوم اللي هتلاقيها وساعتها هتقول لها أنا سامحتك، أنا سامحتك يا سماح، وهتاخدها في حضنك من تاني. تصدق ان انا كنت عطشانه قوي؟ باللي ريك بالهنا والشفا يا ست نجاة. ان شاء الله يا رب تشرب من زمزم. الله يخليك يا ست نجاة. انا بقول لك ايه، الشغلانه دي مش صعبه عليك يا ست نجاة؟ انا ايه؟ ولا صعبه ولا حاجه، انا حبيتها من ساعه ما علمها لي الحاج مرشد وانا متعلقه بيها والله. طب انت مش محتاجه مني اي مساعده؟ كتر الف خيرك، الهي يكرمك يا رب. تكسفنيش وتكسري بخاطري يا ست نجاة، شايف يعني ان انا مش هقدر اساعدك؟ يعني مني عاجز؟ لا معاذ الله، لا والله. طب يا سيدي خلاص، انا هطلع اشق على الحاج مرشدي ربنا يشفيه ويعافيه وهرجع. خليك انت، خلي بالك من المشتل. من عناية يا ست نجاة، دي شغلانه سهله قوي. يا رب يخليك، انا مش هتاخر عليك، هرجع على طول. لا تاخري براحتك، انا ما رايش اي حاجه. كتر خيرك يا اخويا، عن اذنك. اتفضلي. يلا الف سلامه يا ست نجاة. الله يسلمك. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا روحي، وحشان. وانت كمان، ده انا قلقت عليكوا قوي، طلعت فوق وقعدت اخبط محدش فتح لي. معلش يا حبيبتي، ما هو مفيش الا جدك لوحده فوق، هنعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف، منه الله بقى ابوك. هو حضرتك جايه منين كده؟ ومالك تعبانه قوي كده ليه؟ اها، اكون جايه من السيما، ما انا قاعده طفحانه الدم طول النهار في قلب المشت. يلا هعمل ايه؟ ما تيجي نطلع فوق لحسن، مش قادره، ظهري وجعني قوي. تعالي حبيبتي، تعالي. يلا سلام يا حبيبتي، تعالي. تاني والله وحشاني قوي يا حبيبتي. حد فيهم جه ولا بيردوا على تليفوناتهم، مش معقول يعني تكون دي صدفة. ماشي يا امير، ماشي يا ندى، اكيد اكيد انتوا الاتنين دلوقتي مع بعض. زمانها دلوقتي عماله بتلف علينا. لا انا موبايلي فيه 30,000 مس كول منها، ادفع نص عمري واشوف منظرها دلوقتي عامله ايه. انا مش عارف بصراحه، انا مستغرب، مش عارف ساره بتعمل كده ليه. يعني هي اكيد بتتمناك لنفسها، بتحاول تقربك منها. بس انا ساره بالنسبه لي زميله عاديه زي اي واحده في الكليه، وبعدين عمري ما فتحتها في حاجه زي دي، ولا من بعيد ولا من قريب. ما هي بقى بتحاول تكون اكتر من زميله عاديه. بس متهيألي يعني ان هي عارفه مين اللي انا عايزه ومين اللي بتمناه. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ انت بعد كل ده بتسالي يا ترى مين؟ اه، من باب العلم بالشيء يعني. مش هسمح لك المرة دي كمان تهربي مني. أمير مش وقته خالص. بالعكس، هو ده وقته.
انا مش فاهم انت دايما ليه عايزه تضيع اي وقت منا حلو. عيبك انك دايما مستعجل. وعيبك انك دايما متردده. انا خايفه يا امير. مش انا قلت لك قبل كده مش عايز اسمع منك كلمه خايفه طول ما انا جنبك؟ حاضر. طيب مش عايزين بقى بعد كده اي حد يوقع ما بيننا يعمل حركه كده ولا كده؟ حاضر. حاضر حاضر. هو النهارده اليوم كله حاضر؟ يعني انا لو طلبت منك اي طلب هتقولي لي حاضر؟ حاضر. تعرفي يا ندى بجد لو في كلمه اكبر من كلمه بحبك صدقيني كنت قلتها لك. بحبك. طيب يعني انا لسه قايل لك بحبك عايز اسمع اي حاجه. اي حاجه صغيره ولا انت بخيله؟ انا كمان. ها هم اربع حروف. يا عيني علينا هو ده. كانت الناس بتبص علينا. طب ما يبصوا ما احنا بنعمل حاجه غلط. انا نفسي كل الناس تعرف. انت على طول مستعجل كده. بعد ما سمعتها منك هعلنها للدنيا كلها. يا ريت. طب عشان خاطر كلمه يا ريت اللي زي السكر دي انت هتشوفي امير هيعمل ايه. هنشوف. ايوه يا طنط لكن كده هيبقى تعب عليكي قوي. لا ده انتوا اتجننتوا كلكم باين عليكم ولا ايه؟ تعب في ايه؟ هي اللي بتخلف دي ما بتتعبش؟ اللي بتربي ما بتتعبش؟ اللي بتطبخ ما بتتعبش؟ اللي بتمسح ما بتتعبش؟ التربيه دي كلها مش تعب؟ دلوقتي بقى تعب ان انا هنزل اشتغل؟ طب يا طنط ما تضايقيش نفسك. لو انت شايفه ان كده مرتاحه اعملي اللي على كيفك. طبعا هعمل اللي على كيفي وانا هستناهم. بس انا مش عايزاكي تقومي على ام منسومه. انت بنت جدع وفاهمه كويس قوي. صدقيني انت لا طالعه لامك ولا طالعه لابوكي. يا طنط ده انا عينيا الاتنين ليكي ولا تضايقي روحك. روحي انت شغلك في المشتل وما تشيليش هم حاجه ابدا. انا هقعد هنا مع جدي لحد ما باسم او ندى يرجعوا. اسمعي بقول لك انت ما تمسكينيش من دراعي اللي بيوجعني انت واخوكي. لا ما انا مش هسافر واعيش معاكم ابدا هناك. اسمعي بقول لك انا بقى الحكايه دي مش هتعدي بالسهل كده. وانا لا هروح ولا هاجي. وتطلبي اخوكي وتقولي له. هو ضحك عليا فعلا وعمل اللي هو في دماغه. لكن يا حبيبتي ربنا مش هيبارك طول ما انا قلبي غضبان عليه. تقولي ايه؟ ايه؟ افكر؟ الحكايه مش عايزه تفكير. انا بقى اتولدت في البلد دي وهعيش في البلد دي. ايوه وهموت هنا وهدفن هنا. فاهمة؟ أنا بقولك ده أنت وأخوك مهما رحتوا ولا جيتوا مش هتلاقوا أحسن من البلد دي وبسالكوا ترجعوا لها. أيوة بكرة تقول ماما قالت. مع السلامة. مع السلامة. نجات اهلا. ازيك يا ضيف؟ حضرتك كده يعني فتحت المشتل؟ يا اخوي الحمد لله. ما انت عارف ده زرع ما كانش واحد يرعيه يموت. ما كانش قدامي حاجه غير ان اعمل كده. بس وانا معدي كده لمحت عبده هناك. يا اخوي عدى عليا قلت له خليك قاعد في المشتل لما اروح اشقر حاج مرشدي وارجع لك. غير ايه يا ست نجات؟ يعني ما لقيتيش غير عبده؟ ماله عبده؟ وبعد اللي حصل له ده شكله مكسور. وبعدين ما كانش الواحد يقف جنب الناس اللي زي دي. يبقى يا اخويا على الدنيا السلام. بقول لك يا ست نجات. يا نعم. لو احتجت كده حد يشتغل معاكي او يساعدك انا عندي واحد كده مية مية. حلو الكلام؟ هو من جيت حلو الكلام فهو حلو الكلام. واذا احتجت حد يا ضيف انا هبقول لك. ويا عالم مين لنصيب ياكلوا اللقمه معانا. يلا فوتك بعافيه. الله يعافيك.
الله 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 الله، ايه ده يا عم؟ عايز سيبتك تخلي بالك ولا تتعب نفسك كده؟ تعبك راحه يا ست نجاة، انا قلت اسلي نفسي لغايه ما ترجعي. تأمري باي خدمه تانية؟ ما يامرش عليك عدو، كتر خيرك يا اخوي. خد امسك، خد دول. ايه ده يا بنت الاصول؟ تشتمينا يا ست نجاة؟ يعني انا كنت بعمل كده عشان تديني في الاخر حاجه؟ لا مش القصد يا عبدو. شيلي فلوسك يا ست نجاة، انا بعمل كده عشان احنا اولاد حته واحده، وقال لي واجب ان انا اقف جنبك واساعدك. ولا انت يا ست نجاة لسه مش مصدقه ان انا اتغيرت وربنا هداني؟ لا يا اخويا، ازاي مش مصدقه؟ هو انا اللي مش مصدقه؟ كنت امنتك على المشتل في غيابي. يبقى خلاص يا ست نجاة، كملي جميلك وسيبيني اساعدك، سيبيني احس اني بني ادم، سيبيني يا ست نجاة اكفر على اللي عملته طول عمري. حاضر ماشي. بجد يا ست نجاة يعني هتسمحي لي كل يوم التاني اجي اشقر عليك واحاول اساعدك؟ طبعا، من هنا ورايح المشتل مشتلك، تيجي في اي وقت. وطالما بتقولي ان احنا ولاد بلد وحته واحده، يبقى في مقام اخويا. انا يا ست نجاة في مقام اخوكي؟ طبعا مش في مقام اخويا. ليه؟ طول ما انت جدع وابن حلال كده ونيتك سليمه تبقى اخويا. مش اخويا ليه؟ بس ده كتير عليا قوي يا ست نجاة. ولا كتير ولا حاجه. بقول لك ايه بقى، انت هتقعد تبكي كتير وتعطلني وهعطلك؟ يلا روح شوف مصالحك ولا شوف مصالحك. ماشي يا ست نجاة، ولو عوزتي اي حاجه اندهيلي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سبحان الهادي. صعبا علي حال الدنيا والبشر، الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر. صعبا علي حال الدنيا والبشر، دي الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر. وكأن ضميرنا مات وملزوم بالسكات، احساسنا احساسنا.